جد المشهد اللي شفناه بأمام مبنى أوجيرو يلي هو عمليا من ضمن سلسلة الاعتراضات يلي عم يقوموا فيها الناشطين لحتى يعني يصوبوا على المؤسسات يلي بيعتبروها هي أوكار للهدر وللفساد ولغيرها. بس يعني كتير عم بتكون المشاهد المضادة أو اللي عم نشوفها عنفية. هلأ هون الفكرة أنه الشباب انضربوا من موظفين على ما يبدو بأوجيرو. شيء أول شيء ليس من حيث الصفة، ما عندهم صفة، لا هن زلم الزعيم، هم موظفين شو نازلين يظهروا ضدكم، هون نازلين ضد إدارة أنتم بتشتغلوا فيها، يعني مش ضدهم بالشخصي. والإشحاف والظلم لحقكم لكم كمان كموظفين يعني. وثانيا ما عندهم صفة أمنية، هاي كمان حكما. وثالثا اللي لا يعقل انه هيدا الشيء اللي اسمه جيرو اصلا في علامة استفهام على كل وظائفه، تحديدا بالشق المالي، لانه هلا اوجيرو توكل باعمال لحساب الدوله اللبنانيه وغير مجبره بالتصريح المالي للدوله، بقى بتطلب مبلغ تدفع للدوله وما في حدا بيكشف على المبالغ كيف عم تنصرف فعليا. يعني هذا جهاز كله عليه علامه استفهام، بستغرب من موظفينه يقوموا القيامه. صحيح. خلينا نوقف اكثر على التفاصيل، ومرحب انا وياك باستوديو بالمحامي الشريف سليمان، اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم. ماتر، كنت واحد من الناس يلي كانوا موجودين أمام أوجيرو يلي تعرضوا للضرب، خبرنا بس باختصار شو اللي صار ومين اليوم اللي كنا خمس مجموعات مختارين خمس ست أشخاص من كل مجموعة، لأنه ما فيك تفوتي على مرفق عام بحشد بيمنعوك. نحن قلنا فترة عم نعمل فعاليات بكل المرافق العامة، من بعد خروجنا من الشارع إلى الساحات وصرنا نستهدف إعلاء الصوت بالمرافق العامة. اليوم اخترنا الأوجيرو مؤسسة مثل ما كان عم يحكي جاد فيها كل أشكال الفساد وعلامات الاستفهام التي يقتضي التصويب عليها. دخلنا كنا 25 شخص، دخلنا نسلينا كل اثنين ثلاثة لحالهم، بس صرنا بالهول بالقاعة الزجاجية تحت بالأرض، هتفنا رفعنا الواحد، هتفنا على كل موضوعات الفساد اللي منشورة بالصحافة اللي هي محط ملاحقة من النيابة العامة المالية إلى آخره. حتى سمينا نحن رايحين على ملف بخاطب 3-4 وزراء واثنين مدراء عامين وكلهم. لحظة اللي سمينا عماد كريدية كيف فقستي زر، انفجروا مثل كأنه معهم خبر إذا بيسموني كلهم، مش إنه شخص انفعل أم صار مشكل أم انفعلوا الآخرين، لا كلهم فقست زر عماد كريدية وانفجروا فرد انفجار. ضرب مبرح، معنا صبايا ريم حيدر راحت بين الإجرين بالأرض دعوسوا عليها، رفيف أربع شباب عم يضربوها سحبتها من بينهم. بس هني تأكد أنه هني موظفين بأوجيرو ولا أمن ولا لا موظفين؟ استغربت أنا أنه موظفين، كل واحد ما شاء الله زنده هالقد. لما طلعنا لبرا قلت لهم شو عم بتوظفوا أنتوا على عرض الزند؟ قال هودي اللي بيشتغلوا بالكابلات وبيسحبوا الكابلات تبع الفايبر أوبتكس وإلى آخره. جتت الضرب كان مؤلم، كان عنيف، كان بلا وعي، ولحقونا من داخل المبنى على الساحات ثم على الطريق لحقنا لبرا. هذا التوصيف. طبعا رحنا وادعينا. هلا على ما يبدو انه انتم كمان تعرضتوا لضرب في خارج أوجيرو كمان لاحقا بعد لحتى اكون منصف وعادل. بس هيدا ما له علاقة بأوجيرو. ايه ما واضح انه له علاقة بأوجيرو، لانه المجموعة اللي اجت من خارج المبنى وضربت زميلي محمد سليمان وضربت كمان صديقنا نادر عبد الخالق وراح ودعا. بس على ما يبدو انه في كان بيان، خلينا نقول توضيحي، من السيد عماد كريدية معودين عليه، وعم بيقول انه هو يعني ما لهم علاقه بهيدا الشيء اللي صار، وانه انه هو سيحاسب وسيتخذ الاجراءات بكل موظف اقدم او حدا ضمن أوجيرو أقدم على عملية الضرب. بس هيك محاولة تفسير ردة فعل من موظف تدافع عن مديره بطريقة من هالنوع، هو مفروض بمؤسسة بتشتغل مع الدولة. أنا ما عم لقي إيه تبرير إلا هيدا هو التوظيف غير القانوني اللي صار آخر سنتين لأزلام استزلام. هيدا التوصيف المؤسسات. صحيح. خليني جاوبك على هذا النقطة وعلى البيان التوضيحي. على البيان، نحن نشفق على الذين ضربونا وأن يكن كل سلوكهم مدن، ولكن نور الوعي بعد ما وصلون. بس أنه يبعت عماد كريدية
ظلم مستزلمهم بالوظيفة وبالتوظيف الغير قانوني يبعتهم ليضربوا محتجين ومواطنين وثم يطلع بيان يجمدهم إلهم عن العمل ويطلع المسألة فيهم. لا، نحن محامين ونحن نعلم كيف بتتم هذه البيانات ونحن في عهد هو سيكون الأبهن الله راد بنقابة المحامين وسنلاحق وأبلغنا اليوم عن شاشة التلفزي أن لنا عودة. خلينا نسمع وجهة نظر أوجيرو بهذا الموضوع. ومعي مباشرة عبر الهاتف السيد كريم الرفاعي اللي هو المسؤول الإعلامي لهيئة أوجيرو. مساء الخير أستاذ كريم. أهلا وسهلا فيك، تفضل. يعني حطنا بصورة، استمعنا وشفنا شو صار اليوم بأوجيرو. مين هالناس يلي نزلت ضربات؟ هن موظفين أو هن يعني ناس ملاجئين حماية؟ هن جماعة عماد كريدية مثل ما عم ينقال؟ مين هن؟ نعم، أول شيء يعني أعتقد ما لازم نلزم إنه صار في اعتداء، بمعنى اعتداء في فيديوهات وصور واضحة. نعم. لا نعم، بس اللي صار هو مشابه وقف طبعا، فعلا صار في تضارب. بس كيف ممكن نحدد لأنه كله لابس مدني، أو كيف الرأي العام في حدد، أو كيف الإعلام في حدد مين هو موظف أوجيرو ومين هو من المحتجين؟ اللي صار اليوم ومثل ما تفضل ضيفك الكريم هو أنه مجموعة من المحتجين دخلوا بأسلوب معين إلى داخل حرم أوجيرو وقاموا برفع اليافطات وإطلاق الشعارات. نحن طبعا ما عندنا أي مشكلة بهذا الشيء، وهذا كلامي أنا مثبت بطريقة تعاطي أوجيرو مع المحتجين بهالشهرين تبعول الانتفاضة وهالثورة. صار في أكثر من وقفة احتجاجية قدام مراكز قنصلية أوجيرو، صار في دخول إلى بعض المراكز، وكان دائما المحتاجين بنلاقيهم بالابتسامة وأمرار بالتزئير. ولما كان يطلب من الموظفين مغادرة المراكز وإغلاقها كانوا عم يغادروها، وهذا بناء على تعليمات واضحة وتعميم من مدير عام هيئة أوجيرو. مشان هيك اللي صار اليوم حقيقة صدمنا. لأنه نهج أوجيرو مع الثورة هو مختلف تماما. ولكن شو الخطوات هلا لحتى لي نصور مسار الحديث؟ شو الخطوات اللي بتكون تتخذوها لمحاسبة هالناس يلي أقدمت على هذا الأمر؟ راح جاوبك. في أول شيء تحقيق داخلي تم فتحه، وكل من شارك بطريقة أو بأخرى باللي صار اليوم سيحاسب في حال خالف قوانين الداخلية لا أجيره وخالف قرار المدير العام بعدم التعرض للمتظاهرين. ولكن صحيح أنه المدير العام بأكثر من مناسبة أكد أنه هو التطاول عليه شخصيا هو مسامح فيه. ولكن هالموظفين لهم كرامات ومن ملك أجيره كراماتهم، وما لازم نتحمل عليهم أكثر من اللزوم. اللي صار اليوم كمان عشية الساعة 7 وتصور من الإعلام صار في تطاول على الموظفين ونعتهم بعبارات ما حدا بيقبلها. المدير العام لهيئة أوجيرو هو مقتنع تماما أنه الجو الثوري الموجود بيحط كل مسؤول أمام معادلة أنه المسؤول متهم حتى تثبت براءته. مش بالعكس. ومشان هيك هو لما تم الادعاء عليه من قبل حضرة المتابع عام المالي هو علنا صرح أنه هو مؤيد لهذا الشيء، لأنه هو بيشوف بحكم القضاء نهاية لكل الاستهداف اللي هو عم يتعرض له صار له فترة طويلة جدا وما قبل الثورة. أستاذ في فينا بس مداخلة صغيرة بما خص تكلمت أنه هو متعاطف مع الثورة حضرة. المدير حضرة. المدير هو وأيام الوزير الجراح هو قبل أم طلب ما بعرف ليش، لأنه عادة الوزير ما بيعملها من تلقاء نفسه، يعمل له معاشه الشهري 84 مليون ليرة،
يعني لا رئيس نعم. الجمهورية ولا حاكم مصرف لبنان ولا حدا بيقبض هذا الرقم. والجو التوظيف اللي صار بأوجيرو تحديدا قبل الانتخابات النيابية، إضافة إلى فتح المراكز لقلب المناطق للتوظيف تحديدا، وصار في إشكال هناك فترة بينكم وبين الوزير على المبالغة بهذا الموضوع، ولكن هاي كلها صارت بالهيئة. بقى أنا ما بقدر دين، بس أنا بقدر استغرب أنه يكون متعاطف مع الثورة، لأن الثورة ضد هول الارتكابات تحديدا. فيني تسمح لي جاوبك؟ ايه تفضل. اولا بما يتعلق وما يتم تداوله في الاعلام عن راتب مدير عام هيئه اوجيرو هو بعيد كل البعد عن الحقيقه. انا مش بالراي بس بلا ما اقاطعك، انا ما عم بحكي عن الاعلام، هيئه التشريع والاستشارات هي اللي اوصت بخفض المبلغ من 84 مليون ليره الى 48 مليون ليره، هيئه التشريع والاستشارات بوزاره العدل. وقدمنا اعتراض على هالشيء. خليني بس اوضح لك هالنقطه لو سمحت. تفضل. الو؟ ايه تفضل. تفضل تفضل. نعم. مرسوم تعيين مدير عام هيئة أوجيرو صدر من دون تحديد راتب لإله. ومشان هيك صار في تدخل من معالي الوزير لتحديد راتب لمدير عام هيئة أوجيرو. لو كان المرسوم صدر من مجلس الوزراء والراتب محدد فيه ما كان صار فيه كل هالإشكالية. وثاني نقطة لغيرها 56,000 دولار بالشهر كتار. عفوا؟ 56 ألف دولار بالشهر كتار. يعني حقيقة المبلغ أو الراتب المدير العام اللي هو نشره أكثر من مرة على وسائل الإعلام ونحكى عنه وبيّن الحقيقة بعيد كل البعد عن هذا الرقم. بس مش هون النقطة، بدي أفوت على النقطة الثانية وهي أنه عم نجزم وعم نحكي وكأن التوظيف اللي صار بأوجيرو هو توظيف غير شرعي. نحن مصرين وعنا الحجج القانونية اللي بتخولنا نأكد إنه ما قمنا به من توظيف هو قانوني قانوني قانوني. نحن عم نصرح قانونية ولا نطلب استرحام من حدا في هذا الملف. على كل حال أكيد للحديث بموضوع أوجيرو كل الملاك الوظيفة هو عليه، كل الملاك الوظيفة طبعا رح يكون مخصص لهم أكيد بالحلقات الجاية، أكيد مساحة كبيرة بهذا الإطار. بدي أشكرك كثير على هذا المداخلة أستاذ كمال أو كريم الرفاعي المسؤول الإعلامي لهيئة أوجيرو، لحتى لي نختم هذا الموضوع. ردك دعينا على 16 موظف في أوجيرو والمحرض. دعينا مش لأنه نحن حاقدين، هن مغلطين ولازم القضاء ياخذ مساره لحتى يفهموا أن لسلوكهم تبعة وأن الاستزلام حيوديهم لهون، عسى النور يضوى عندهم. بس لكل المعنيين، صار الزعيم بالبلد مش بس الزعيم السياسي، صار المدير العام بده يعمل زعيم ويستزلم الناس وبالوظيفة وبجوعهم نحن مستمرين بكل الإدارات، سنقرع أبواب جميعا للأجير لنا عودة، وخلينا نشوف السلوك كما يزعمون. لنا عودة أكيد سنعود، وخلينا نشوف السلوك إن كانوا كما يزعمون من ناحية، ولو من ناحية تانية فليتعاملوا مثل ما مطلوب ويسلموا محتوى الكاميرات اللي عندهم. نحن عنا كاميراتنا، ويسلموا الموظفين ويبينوا الأمور مثل ما هي ويفرجونا مسار تحقيق. على كل حال ما رح تتهاونوا بهذا الموضوع أبدا، ورح تضلوا متابعينه للآخر. شكرا لوجودك وحمد الله على السلامة. شكرا المحامي الأستاذ الشريف سليمان.